يعني من أهل الخير الظرف يمشون نفسهم فيه. بس هالحالة أعطيتها ماجلتين وظرفين، ليش؟ لأنه من شهر 5 و6 و7 الشؤون موقفة عن الوالدة المساعدة. ليش توقفون المساعدة؟ الحين احنا في عارض صحي الكورونا، بعد ما تخلص المراحل كلها وترد الوزارات على طبيعتها نادوها، بس توقفون في هذه الفترة الصعبة، أنا ما تحملت أساسا. يعني شوف شلون قاعد يعني تحاول تلطف الجو، تضحك شوية وترد تبكي شوية، كسرت خاطري وايد، عورت قلبي. وتكلمنا عن الجمعيات التعاونية، شغلوهم احتووهم. وأنا حاليا معاي أخوي الأستاذ فهد الكشتي، رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية. نرحب فيك أستاذ فهد. هلا حياك الله دكتور، شلونك؟ طيب إن شاء الله. طيب إن شاء الله. مسي عليك وعلى المشاهدين بكل خير. أولا أشكرك على اهتمامك في هذه المواضيع ذات الأبعاد الإنسانية، وأشكركم أيضا على إتاحة الفرصة لي الحديث عن هذه القضية اللي تمس شريحة كبيرة من أبناء الكويتيات والكويتيين بدون. حياك الله دكتور. الله يسلمك. يمكن أنا ناشيت قبل لا تطلع معي على الهواء بأن نحتوي اللي أمهاتهم كويتيات وحتى أخواننا البدون عشان نخفف من نسبة الجريمة. مثل ما قلت لك، أنا دشيت السجن وقعد داخل الزنزانة وشفت قدامي أكثر المسجونين كله من فئة البدون. ليش الحاجة؟ ليش ما نحتويهم أخوي فهد؟ ليش؟ نعم. بالبداية دكتور بتكلم معاك بكل صراحة بكل واقعية. أنت قلت مع أم محمد إذا ما تقدرون تسوون شيء يا اتحاد الجمعيات ليش ما توقفونهم؟ أنا بتكلم بكل صراحة. اليوم أنا يعني البدون أو أبناء الكويتيات أنا عايش وياهم، يعني أنا من فئة فيها عدد كبير من البدون، وأتشرف في البدون وأتشرف في أبناء الكويتيات. الخلل مو من عند اتحاد الجمعيات، الخلل مو من الجمعيات. أنا أقدر أقول لك ياها الحين وأنا قد كلامي، هل تعطيني وزارة الشؤون واللجنة المركزية اللي رأسها الأستاذ صالح الفضالة، هل يعطونا الموافقات؟ وأنا أتعهد وأنا أتكلم باسم الجمعيات. اليوم جميع الجمعيات ما عندهم مانع أنهم يوقفون البدون. بتكلم وياك دكتور بصراحة. اليوم أنت طلعت، أنت يعني تكلمت وأنت يعني مشكور أنك قاعد تطرح هذه القضية، وإن شاء الله أنك تلقاها عند ربك. تصوير فئة البدون، أنت اليوم طلعت حالة، أنا أعلم وأدري عن حالات أكثر من هالحالات هذه. آلاف الحالات أنا موجودة. أنا 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 عضو في جمعية، قبل لا أكون رئيس اتحاد الجمعيات أنا عضو في جمعية الغيروان. الغيروان لازقة في صليبية. أنا يجوني ناس من فئة البدون يطلبون كوبون، يقول نبي إذا في كوبونات عندكم بعشر دنانير، نبي حليب وحفارات. أنا رئيس مجلس إدارة شركة الدرة للعمالة، في بنات من البدون جوي حطوا أساميهم يقولون إذا فيه وظائف يبون خدم نشتغل خدم. إذا بتكلم وياك بالجانب هذا ما راح أقعد وياك الباكر نتكلم عن الحالات الإنسانية. أنا بتكلم معاك من جانب اقتصادي، ما بطلع من موضوع القضايا الحالات الإنسانية. أنا مقتنع قناعة كاملة أن عندنا فئة كبيرة من البدون يوصلون 90% من البدون ومن أبناء الكويتيات تحت الفقر. أنت مشكور، رحت السجون، رحت صليبية، رحت تيمة، يمكن الناس ما تدري، يمكن الناس ما تتابعك. أنا عايش في مع الفئة هذه. أنا أروح صليبية، أروح التيمة، أشوف الحالات هذه، مو فقر، أقل من الفقر. أنا بتكلم معك من جانب اقتصادي اجتماعي. إخواننا وخواتنا الكويتيين البدون
قوة معطلة في الاقتصاد الكويتي، ما استغلتها الدولة، ما استغلت إمكانيات هذه الفئة كقوة عمل، بينما تستعين في الوقت ذاته بالعمالة الوافدة، مع احترامي للإخوان الوافدين. لا ونعم فيهم كبير. الوافدين ما نقول عنهم شيء شي. بس احنا كبير. وصلنا لمرحلة ان البدون يشتغل خدم، وصلنا لهالمرحلة. اي نعم اي نعم اي نعم اي نعم. وين الخلل؟ الخلل عند من؟ وزارة الشؤون؟ اليوم ليش ما يتوظفون؟ هنوظفهم ولا باكر يصيروا مجرمين؟ انا بتكلم، انا دكتور بقول لك وبتكلم بكل بكل صراحة. انا يمكن قلت في مداخلتك ويوم محمد وجوز عنده محمد، قلت ليش ما توظفون ما تقدرون؟ انا اقول لك ليش ما نقدر. انا في قضيه بذكرها لك. شخص عمره 15 سنه كسر له جام سياره ومسكوه المخفر، سالوه ليش تكسر السياره؟ قال ابي اي شيء، ابي ودي لامي احكي. لا وصلنا المرحله العام من كذي. انا بتكلم يا دكتور، بتكلم عن جانب اقتصادي. اليوم اختي ام محمد قالت كلمه وهي اتوقع انها مو متعلمه، قالت ليش ما تكون دهننا بمكبتنا فلوسنا. انا اقول لك اليوم مع احترام الوافدين، هو جاي يشتغل في الكويت عشان يطلع مال يودي لديرته. اليوم قالت كلمه فعلا البدون يا فلوسه في الكويت. اليوم البدون ما يتوظف، محروم من اللجنة المركزية. أنا أقولها وأنا أي كلامي. اليوم ما نقدر نوظف في الجمعيات إلا لما نرجع للجنة المركزية. أوظف بنظام المكافأة، بنظام المكافأة ترفض. خلاص ما لا مخالفة، هذه مخالفة علينا من وزارة الشؤون. خنت خالف خنت خالف ولا يعني أطلع مجرم خنت خالف. اليوم انا نزلت في الانتخابات ونجحت في الانتخابات. انا لو اسعى اطلع في موضوع المكافآت، وزارة الشؤون تطلع ثاني يوم وتعزلني من جمعيتي. الخلل عيل اخوي فهد، الخلل في وزارة الشؤون. الخلل في وزارة الشؤون صحيح. الخلل مو وزارة الشؤون، الخلل في الحكومة وفي مجلس الأمة. اليوم انا اتكلم، خلي يطلعون قانون باكر، خلي تصير الاولويه في الكاشير وفي الامن من فئه البدون وابناء الكويتيات. وانا واليوم اتحاد الجمعيات متبني هذه القضيه، واحنا اليوم اتحاد الجمعيات عندنا 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 مشروع قاعد نشتغل عليه، وراح نقدمه لوزاره الشؤون ونطلب من وزاره الشؤون التعاون ويانا. اليوم اللجنه المركزيه نطلب الاخ صالح الفضاله، نقول له يا استاذ صالح، فئه البدون اندمرت، راح تكونون سبب امام الله، راح تكونون سبب في كل جريمه قاعد تصير في الكويت، في كل كارثه قاعد تصير في الكويت انتم سبب. احنا اليوم الجميع، اتحاد الجمعيات والجمعيه التعاونيه، جميع الجمعيات التعاونيه، جميع رؤساء الجمعيات التعاونيه، انا اتواصل وياهم شبه يومي، جميعهم ما عندهم مانع يجون يوقفون البدون عشان بطاقة أمنية. تسألهم ليش وقفته؟ يقول لك بطاقة الأمنية غير صالحة. زين ليش غير صالحة؟ تروح للجنة المركزية، يقول لجنة مركزية هذا جنسيته عراقي أو جنسيته سوري أو جنسيته من الدول العربية، خلي يعدل الوضع. زين أنا ما أتكلم عن موضوع جنسيته من الدول العربية أو من أي دولة، أنا أتكلم عطى هوية بس تسمح لنا يتوظف. جزاك الله خير. انا بس عشان استاذ فهد، بس انا عشان الوقت، انا اشكرك واعدك بان التقيك في حلقه ثانيه. لازم انا التقيك ونشوف حل حق هالمشكله اللي ما راح تنتهي. يعني الشؤون ولا اللجنه المركزيه ولا وين صاير المشكله، لازم نلقى لها حل. ما يصير نسكت احنا، ما يصير نسكت. هذيل اخواننا، هذيل عايشين معنا. أبي منك كلمة بدقيقة واحدة، كلمة أخيرة الله يسلمك. أنا أتمنى يكون حل قريب لهذه القضية، وأنا أقولها من برنامجك. اتحاد الجمعيات والجمعيات التعاونية ما عندهم أي مانع في توظيف البدون. عندنا توظيف الكويتيين بعدهم البدون، ما عندنا أي مانع. ننطر موافقات من وزارة الشؤون انها تكون الاولويه لهذه الفئه، واحنا انا اعلنها من برنامجك ان ما عندنا اي مانع وداعمين لهالقضيه.
واشكرك واطلب من العزيز الحكيم انه يرد لنا والدنا وحبيبنا الشيخ صباح الاحمد بصحه وعافيه. والف شكر لك يا اخوي الدكتور. الاستاذ فهد الكشتي رئيس اتحاد جمعيات التعاونيه، شكرا جزيلا. اخواننا البدون ما راح عندهم، وانا احبهم لان هذه الفئه المكسوره الغلبانه. بتقول لي اختك بدون او خالتك بدون؟ اي نعم، اهلي هذيلي وناسي وراح اقاتل عشانهم. عشان يعني اكمل المربع الكامل، انا